السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أينما كنتم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة أخرى من ليالينا الرمضانية، ونحن نعيش أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها المشاهدون أينما كنتم، في ليلتنا هذه سنعيش أيضا مع الكلمة الهادفة، سنعيش مع اللحن الجميل والنغم والطرب الإنشادي الذي يتناسب مع روحانية هذا الشهر الفضيل، سنعيش أيضا مع الزمن الجميل، مع الذكريات التي خلت في سنوات ماضية، مع ضيوف حلقتنا في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان. لدينا فضيلة السيد طاهر بن محمد بن عبد الله الهدار، ناظر رباط الهدار بتعز. مرحبا بكم شيخ طاهر. وكما نرحب بمنشد هذه الليلة المنشد محمد صالح الخطيب، مرحبا بك أخي محمد، أهلا وسهلا. ويوجد لدينا أيضا الوالد الذي سيحكي لنا حكايات الأجداد في هذا الشهر المبارك والعادات والتقاليد، والدنا العم مبارك هادي علي وعباس، مرحبا بك عم مبارك، أهلا وسهلا بك. إذن دعونا أيها الأعزاء نبدأ حوارنا وليلتنا الرمضانية هذه مع ضيوفنا الكرام ومع إخواننا هنا في الكورال الذين يسعدوننا ويمتعوننا مع المرشدين بهذه الوصلات الجميلة، إضافة إلى الإيقاعيين الذين لا شك أنهم ينعشون جو هذه الليالي الرمضانية. إذن سنبدأ أولا مع منشد حلقتنا المنشد محمد صالح الخطيب في هذه الأنشودة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صلي على أحمد طه سراج المنير. أسأل منه تيسير
ويسير كل عسيري وكشف كل مهم وجبر كل كسيري. الله صدوري ويرفع القحط عنا والظلم مع كل زوري. يضحي به كل واد يجري بماء نميري. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صلي على احمد طه السراج المنير. يا رب يا رب يا رب اجرنا مجيري. يا ربي يا ربي عطفان على الضعيف الفقير. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صلي على صفحان عن الذليل الحقيري. يا ربي يا ربي عفوان عن الذميم الصغير. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صلي على خيرا انحنى حين المسير إلى القبور سلام منا على أهل القبور. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صلي على أحسنت كثيرا أخي محمد، وحقيقة هذه الأناشيد الجميلة لا شك أنها تحلق بنا في آفاق وفي سماوات كبيرة وواسعة، فنسأل الله عز وجل أن ينظر إلى المسلمين بهذه الرحمات. شيخ طاهر، وأنت معنا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ولا شك أن رمضان هو موسم للتجارة مع الله عز وجل، ولا شك أن هناك طرق معينة ودروب ميسرة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا الطريق والنهج الذي من خلاله نستطيع أن نستثمر أوقات هذا الشهر المبارك في خطبته صلى الله عليه وسلم. فهل ألقيت بالضوء حول خطبة النبي وكيف يستثمر المسلم أيام وليالي بل دقائق ولحظات هذا الشهر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء. آمين. النبي صلى الله عليه وسلم عليه وضح لنا وبين عليه الصلاة والسلام الحريص علينا، ففي آخر شعبان ورد أنه خطب صلى الله عليه وسلم عليه وآله، خطب الناس فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة
وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما غفر الله له وأدخله الجنة. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يعطي الله ذلك الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأدخله الجنة. ثم قال: واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، بيّن أنه شهر عظيم مبارك، وحثنا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله فيه على اغتنام الأوقات، وأبين لنا أنه تعويض الأمة المحمدية التي هي أقصر الأمم أعمارا وأكثرها أجورا، ففيه تعويض. الفريضة فيه 70 فريضة، النافلة بفريضة، والصائم أجره لا يعد، لأن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير من ما ينقص من أجله شيء. فالحمد لله، هذه ينبغي الإنسان أن يصدق نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ويظهر تصديقه إذا اجتهد في العمل. فمن اجتهد في العمل علامة أنه صدق، ومن لم يكن، من كان عمله في رمضان وفي غيره سواء فعلامة أنه لم يثبت الإيمان في قلبه، ولم يكن مصدقا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهي فرصة ثمينة عظيمة لمحو السيئات، وللسباق فيما أمر الله أن نتسابق به من طاعته سبحانه وتعالى. نعم، لا شك في ذلك. وأيضا الحسنة كما أشرتم سيد طاهر بعشر أمثاله إلى 700 ضرب إلى ما شاء الله عز وجل، حري بنا في هذا الشهر وفي هذه الليالي التي نعيشها، هذه الأيام وهذه الليالي المباركة، أن نستثمر هذا الوقت. فما هي أبرز الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يراعيها، أن يقوم بها في يومه وليلته؟ كما قال القائل: أيا مسلمين ابشروا وافرحوا بفضل من الله كبير وعام، أتاكم من الله ضيف كريم، يداوي الذنوب ويبرئ السقام، به تفتح أبواب كل الجنان، وتغلق بوب النيار العظام، وفيه المنادي ينادي من الغروب إلى الفجر يدعو الأنام، أيا طالب الخير أقبل وأنت تب وانزجر يا مريد الحرام، يضاعف إلى الألف فيه الثواب على صدقة أو صلاة أو صيام، فأين المشمر لهذا العطاء؟ وأين المسارع لدار السلام؟ أيا قابل النصح اسمع حديد 3 فوائد كبار عظام: إذا شئت تكتب من الصائمين من القائمين الهداة الكرام، فأولها صم عن المعصية كما صمت من شرب أو من طعام، وثاني الفوائد تصلي العشاء جماعة مع الفجر دائم دوام، وثالثها تجتنب للعقوق مع وقطع الرحم مع كل الخصام، فمن جاء بهذه الثلاث يفوز، ويكتب من الصائمين القيام، ويدرك ليلة قدر بها من الله من كل أمر سلام، ويغفر له الذنب فيما مضى إذا اجتنب الموبقات العظام. الله أكبر. إذن هذه لا شك الأبيات فيها البغية وفيها الوصية الواضحة. بارك الله فيكم سيد طاهر، ونستغل وجود العم مبارك هادي عليوة مرة أخرى، نرحب بك عم مبارك، ونقول لك شهر مبارك يا عم مبارك، حياك الله. عم مبارك، تحدث السيد طاهر حول مسألة استثمار الشهر في الصلاة والعبادة وقراءة القرآن وغيره من أعمال البر. أنتم في السابق ولا زلنا إلى اليوم، إذا ما تحدثنا عن مسألة المواظبة والحرص الشديد في هذا الشهر المبارك على قضاء وأداء الصلوات في المساجد جماعة دون التفريط في هذا العمل التعبدي الكبير والجميل، في وقتنا الحاضر وفي الوقت الماضي، كيف كانت علاقة المسلم في رمضان بالمسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم صل على أولادي أحبابي إخواني
الآن نعطي لكم نشرح لكم نعم. ما حصل في رمضان سابقا نعم. وما يحصل في رمضان آجلا الآن رمضان أبوي وحبيبي كانوا يحضرون لرمضان عندما يأتي قريب رمضان في شهر شعبان عندما يريعون من زيارة هود يحضرون لرمضان نعم. رمضان يعني بمقبل علينا والمهم أنهم مش زي يعني تهيئة أيوة اللائقة بشهر كريم مش زي اليوم بل ما يضوي شهر رمضان بس يعني عندهم معنى الكلام نعم. كانت المساجد تزدهر بال 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 بالناس على أساس أنهم أولاً بنشرح لكم الفطور فطور المسجد يعني طيب أيوة. فطور المسجد كانت الآباء والأيداد المزارع وغير المزارع واللي كانوا موجودين جميع الشرائع مختلف أي نعم من قبل نص ساعة من المغرب كنتهم في المسجد وهذول اللي يشتغلون يضوون كل الناس تجتمع في المسجد أيوة قبل الأذان أيوة بنص ساعة ربع ساعة وكمان المسجد يحن كحنين النوب الله أيوة بر أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله يعني معنى المسجد يحن بقوة كل المساجد في المدينة عزيز كأزيز النحل أيوة ما شاء الله تبارك الله نعم بعدين يصلون المغرب وفطور في المسجد وينزلون من المسجد بعد الصلاة والإفطار أيوة في المسجد أيوة نعم يتعشى تو سار ساعة 7:30 غاية 8 نيام ها يعني بعد صلاة العشاء ما أن صلاة العشاء في آخر لا الليل. صلاة العشاء الساعة 8 نقولها الحين يقولونها 8 عربي أيوة. 8 عربي أيوة غروبي وزوالي أيوة. صحيح نقوم الساعة واحد ساعة كم 7 أيوة بهذيكم يعني حوالي ساعة واحدة بعد أيوة منتصف الليل أيوة يقومون يجي المنبي سنبي وتقوم الأمة وتصلي يعودون إلى المساجد إلى المساجد إلى المساجد لصلاة العشاء والتراويح القيام أيوة كل الناس يعني عندها شراحة للشهر شراحة للصلاة شراحة لجميع الأمور هذه مسجد قسيمي ومسجد حسن السقاف ومسجد خرد نحن مغفرة ورحمة ذلك يبدأ يفرض يعني معنى الصوت يستمع الله. والآن ميكروفونات وكهرباء والآن نستمع مع بعضنا البعض يعني أول كان لتقارب المساجد أم لارتفاع الصوت لا كانت عنده عزيمة همة يشمرون للعبادة أيوة. فعلا الحين عندما مغفرة ورحمة صوت وافي كذا كله ما هو أيوة. لكن كان سابق عالي الصوت مع ناس همة عنده همة الله مع الله. عشاء وكل عشاء يا سلام ولا إيش العشاء كان يا عم مبارك العشاء كان أول خبزة أول نيجي من المسجد تو ثاني نعم. كان الشاهي ماشي أيام حبيبي أنا أيوة. ماشي شاهي ماشي شاهي ألا قهوة سلام حلو قهوة سكر ولا بلا سكر سكر ولا بلا سكر لا سكر ها حلو سكر تعطيه طاقة يعني أيوة وقرص تقريبا اللي هو شبر وفوق الله أكبر قرص من خبز يعني فعلا كان غذاء كويس تو يوم نصل من المسجد ونأكل ونرجع نقعد شوي نص ساعة يتنسمون ويجي العشاء صحفة عشاء إيه؟ يمكن كل واحد له شاطر كذا الله أكبر وكنتم في نهار رمضان أكيد عمل وجهد وبالتالي يجي الليل وأنتم عندكم فاقة ما شاء الله عمل بقوة عمل بقوة ويوم يجي كأنه ما هو كما اليوم صيم اليوم نيم ويجي صيم ملغلق كذا يعني يشتغل ويضوي همين الله أكبر سبحان الله أيوة ويكون وتكون العبادة فعلا يعني يؤديها بهمة وطاقة وعنده إيمان للصوم الله ما شاء الله الحين عمره ما هم يصومون بس تحت الآه واسمه مكيف تحت المهم إن النهر ربنا كان حبيبي الله يرحمه المكيف حقه يغمس الحارة في الماء في اليابية الأول أيوة ويتغطى اسمعه يعني ما شاء الله تبارك الله الله بساطة فعلا في كل شيء ولكن كانت همم قوية وعالية في عبادة الله عز وجل وفي أعماله بارك الله فيك عم بارك ودعنا ننتقل إلى منشد هذه الليلة المنشد محمد صالح الخطيب مرحبا بك أخي محمد ولا شك ما ذكر السيد طاهر وكذلك عمنا مبارك أنه رمضان في ارتباط وثيق جدا بالمسجد وبالصلاة وبالعبادة ومن ضمن ذلك
فيما بين الصلوات وربما بعد الصلوات هناك بعض الأناشيد التي تقال في الختومات في الصلوات العادية، ما يسمى بالفزازية وغيرها من ذلك، حدثنا عن هذا وخصوصا ونحن نتحدث عن تريم ومدينة تريم. الحمد لله، ما شاء الله، عندنا تريم في رمضان ما شاء الله يزخر بالأناشيد والقصائد الرمضانية والتراثية، وتشتهر عندنا هذه بعد صلاة التراويح غالبا في أغلب المساجد يقرون هذه بعد الأناشيد الرمضانية اللي هي يبدأون بالفزازية، وبعدها تأتي القوافي، وبعدها الوترية. نعم. أنت ممن يؤدون هذه الأناشيد لا شك. الله نعم أكبر. وقد استعددت أكيد للمشاهدين الكرام بشيء من هذا حتى يتعرفوا على هذا الفن الجميل في هذا الشهر المبارك. نعم. إن شاء الله نسمعكم شيء من القوافي. تفضل. تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء ذكران وحير كنهه عقلا وفكرا وقدر عدله يسرا وعسرا كلهم رهائن للفناء تفرد بالجلال وبالبقاء. سبحانه وتعالى ما شاء الله تبارك الله. هذه تقال بعد صلاة التراويح، يعني هي مقطع واحد أو انشودة واحدة أو كل ليلة مثلا فصل؟ نعم طبعا، أغلب القصائد اللي ذكرتها لك اللي هي الفزازية والوترية والقوافي تبدأ بالأحرف، يعني 28 حرف على 28 ليلة تقريبا في رمضان، من الألف إلى الياء. أيوة من الألف إلى الياء، كل ليلة تكون بحرف. أيوة نعم. حسب تسلسل الليالي والأيام. نعم طبعا الفزازية يعني نمطها اللي هو السرعة والحيوية فيها أكثر، يعني تكون تشد المستمعين وتشد المنشدين والذين يرددون هذه الأناشيد. بالنسبة للقوافي اللي ذكرتها هذه أغلبها وعظ وتكون يعني حزينة، هو مثل الذي سمعنا قبل قليل. لا شك أن هذه تعطي المسلم وتعطي كل من في المسجد نوع من الروحانية والحيوية وتنشيط فعلا في العبادة. أخي محمد، الأناشيد في رمضان لا شك أنها تتنوع، وفي غير رمضان أيضا لا شك أن هناك مجال للإنشاد، فهناك قصائد أخرى غير هذه التي تم الترتيب عليها في رمضان. الآن سنقف مع إنشودة أيها الأعزاء الكرام مع مشد هذه الليلة الأخ محمد صالح الخطيب، إذن نبقى مع هذه الإنشودة.
لطيبة جيتكم زاير محب والزيارة من محبكم تجب تركها يا سادتي خزوة وعار في المدينة ليت لي مثوى ودار وتركها يا سادتي خزوة وعار في المدينة ليت لي مثوى ودار دان ودانا ويا دانا لدان دان ودانا ويا دانا لدان دان ودانا ويا دانا لدان في المدينة ليت لي مثوى ودار عندكم برق ساعة يشرح الخاطر يسل المكتئب والعطاف الليل يسكب والنهار المدينة ليت لي مثوى ودار والعطاف الليل يسكب والنهار المدينة ليت لي مثوى ودار عندكم أحسن دواء نافع وطيب للمرض ما اشتكى من ضره ولا من عوار للمدينة ليت لي مثوى ودار ما اشتكى من ضره ولا من عوار للمدينة ليت لي مثوى ودار شرب من ضرعها الشايب يشب والصغير صار في ضمن الكبار للمدينة ليت لي مثوى ودار الصغير صار في ضمن الكبار للمدينة ليت لي مثوى ودار عندكم روضة ومجناها خصب من مجاني الخير من بعد تب من قرب منها جانا خير الثمار المدينة ليت لي مثوى ودار من قرب منها جانا خير الثمار المدينة ليت لي مثوى ودار اقسموا لي منها مما أحب كل ما بعد تقولوا لقترب إنني بالباب تحت الانتظار المدينة ريت لي مثوى ويا دان ودانا ويا دانا لدان دان ودانا ويا دانا لدان دان ودانا ويا دانا لدان في المدينة ريت لي مثوى ودان ماسك ماسك الشوق والمدامع من عيوني تنسكب معترف بالذنب والتقصير قام المدينة ريت لي مثوى ودار معترف بالذنب والتقصير قام المدينة ريت لي مثوى ودار قولوا قولوا أهلا بك ويا حي رحب وانطردتوني تبوني وينهب مغلق الميناء بوجهي والمطار المدينة ريت لي مثوى ودار مغلق الميناء بوجهي والمطار المدينة ريت لي مثوى ودار
أشعر بأني مغترب ابنكم منكم إليكم أنتسب والنسبة ما عليها شي غبار للمدينة ليتني مذوى ودار والنسبة ما عليها شي غبار للمدينة ليتني مذوى ودار دان ودانا ويا دانا لدان دان ودانا ويا دانا لدان ابن عبد المطلب هون في الدنيا وفي اليوم العصب يوم يمسي من أخيه المرفا للمدينة ريتني مذوى ودار يوم يمسي من أخيه المرفا للمدينة ريتني مذوى ودار دلني على الخير والدرب السهب بس كفى من له يكفي من لعب نحمد الله دوب ظاهر لم يغب عم أهل الجو والبر والبحار للمدينة ليتني مذوى ودار عم أهل الجو والبر والبحار للمدينة ليتني مذوى ودار دان ودانا ويا دانا لدان دان ودانا ويا دانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مرحبا بكم أيها الأعزاء من جديد في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان، وحقيقة ما أجمل وأسعد أن نكون مع هذا الجو الإنشادي الجميل في هذا الشهر المبارك الكريم. جزاك الله خير أخي محمد على هذه الوصلة الرائعة والجميلة. سيد طاهر، ونحن في هذا الشهر المبارك ولا شك أن شهر رمضان يعد دورة وربما مدرسة، فهي فرصة لأن يتعلم الإنسان حيث يستزيد من الطاعات ويحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل وكل ما يتعارض مع شريعة الله. إذا ما نظرنا إلى مسألة التخلي والتحلي، كيف نفهم هذا المصطلح التعبدي الجميل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. كما أشرت أن العبادات مطلوب فيها الإحسان، والإحسان شرط لصحة العبادة، وكتب الله الإحسان على كل شيء، وكل عمل لا إحسان فيه فهو قبيح مردود على صاحبه. والإسلام لا يهتم بالكم وإنما يهتم بالكيف، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأكثر عملا. وفي المتطلبات في العبادة للمسلم في مهم وفي أهم، ولا يقبل الله الإتيان بالمهم حتى تأتي بالأهم. فالأهم هو التخلي قبل التحلي، معنى ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يتخلى عن موانع المغفرة، لأن هناك من الذنوب ما تمنع المغفرة، ورمضان شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر جعله الله الأمة المحمدية منحة عظمى ببركة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولأن الله يريد منا أن نكون أن تظهر أثار الأعمال الصالحة علينا، وأن تثمر في سلوكنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا ما في الخير لنا ولمجتمعنا. فمن الذنوب من دعينا إلى التوبة منها،
وإذا لم نتوب منها فمصر عليها يحرم من المغفرة. في الله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ألف ألف عتيق من النار، ويغفر الله في آخر ليلة لاعتق الله مثل ما أعتق من أول الشهر. ولا يحرم المغفرة في رمضان إلا محروم. باب الجنة تفتح، باب النار تصفد. ومن ينال المغفرة؟ من كان متخلي عن موانعها. فهناك ذنوب إذا لم يتب منها الإنسان يحرم من المغفرة في رمضان، والمحروم من المغفرة في رمضان هذا حل عليه البلاء العظيم، لأنه رسول الله الذي كان يعفو عن القتلة، وإذا سئل أن يدعو على قوم عدل عن الدعاء عليهم ودعا لهم. إلا أنه عند هذا الذي لم يتب في رمضان لم يشفع له ولم يرفق به ولم يعدل الدعاء له، فيقول له جبريل عندما صعد المنبر في الحديث المشهور: يا محمد، من أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقال رسول الله: آمين. من هو الذي لا يغفر له؟ قاطع الرحم، عاق الوالدين، المشاحن، مدمن الخمر، الناجزة عن طاعة زوجها، هؤلاء محرومون من المغفرة. فلو صلوا وعبدوا وذكروا كل ذلك يتعبوا. فكم من صائم ليس له من صائمه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فقال العلماء رضوان الله عليهم باختصار: التخلي قبل التحلي. لأنه يعني من تخلى تحلى، يعني يحرص الإنسان كل الحرص ويتيقظ وينتبه أن هذه فرصة ذهبية ثمينة محدودة سرعان ما تنقضي، فلا يحرم نفسه المغفرة منها. فيتوب الله إن كان عاقل والديه، ويتوب الله إن كان مقاطع لرحامه، أو بينه وبين أحد من المزين شحنا، وكذلك المدسر المدمن الخمر، الناجزة عن طاعة زوجها. هؤلاء يجب أن يتنبهوا وأن يتيقظوا، لأن الفرصة محدودة وستنتهي، والخسارة العظمى إذا انسلخ رمضان ولم يغفر للإنسان. فمن لم يغفر له في رمضان لن يغفر له في بقية العام، وحلت عليه الدعوة التي دعا بها جبريل وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى. فيتيقظ أن يتخلى، يعني التخلي عن موانع المغفرة. فإذا لم يكن متخلى خلاص تحلى، لو لم يصلي إلى الفرض، إذا لم تصلي إلى الفرض فقط خصوصا العشاء والفجر في جماعة، ولم تأتي شيء وقتك كلها عين ساكت بعيد عن المعاصي، ينالك حظك من المغفرة. فبالك إذا عاد أكثرت من النوافل فزيادة ربح، زيادة خير، زيادة فضل. ولكن الإصرار على ذنب من موانع المغفرة دون التخلي عنه خسارة وضياع وقت. ونسأل الله السلامة ويوقع صاحبه في المصائب العظمى. نسأل الله التوفيق. آمين. فالتخلي من تخلى تحلى، ومن تحلى عليه الله بكل خير تجلى. الله أكبر، الله أكبر. حقيقة فعلا يجب أن يراجع كل مسلم نفسه، وأن يتخلى عن كل موانع المغفرة كما شرت شيخنا طاهر، وأن يجعل من رمضان نقطة للانطلاق وتغيير هذه السلوك والإقلاع عن كل ما يبعد الإنسان عن مغفرة الله عز وجل. بارك الله فيكم شيخ طاهر. وتريم عام مبارك، لا شك أن تريم لها خصوصية ليس في رمضان فقط، ولكن في مختلف أيام العام، باعتبارها بلد للعلم والعلماء، وفيها كثير من المجالس والمدارس وغيرها. ولا شك أن في رمضان تتجلى تريم وتلبس حلة جديدة وقشيبة، فكيف هو رمضان وما هي خصوصية رمضان في مدينة تريم؟ بما تتميز هذه المدينة المباركة؟ رمضان في مدينة تريم له خصوصيات وله خلاف البلدان الأخرى، مثل هناك المساجد تعمر طول النهار، يعني في النهار من قبل الظهر مثلا، من قبل العشر يلين يعني عاد باقي ساعة نص ساعة من المغرب يخرجون من المسجد. هذه الأول يعني معمورة في نهار رمضان، في نهار رمضان. أيوة. نعم. وكمان ليل رمضان قد عطاناكم إياه قبيل، يعني نعم معنا نعم نعم. ليل رمضان لا شك أنه أكثر وأفضل. أيوة. نعم أيوة. أكثر وأكثر وأكثر. نعم. وفي عادات كثيرة معنى الكلام أنها لن تحصى. معنا في مدينة نريد بعض هذه العادات الجميلة في تريم. في تريم. نعم. هذه العادات أولا ما بين أول وذي الحين
كانت أول كل كلها تريم صلاة آخر الليل، يعني معنى مثلا ما حد يصلي أول الليل. الآن عكست الدنيا، أول الليل كلها الأمة تصلي، باقي إلا قليل بعلوي والمحضار وخرج. مساجد محدودة جدا، معدودة جدا جدا يعني. معنى الكلام هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال مشوا بالظلم، ما هي الحديث المشايين، بشر المشايين، بشر المشايين في الظلم. ثم بعدين هناك آخر آخر رمضان ختومات، فيها ختومات كثيرة، معنى الكلام أنها لها عادات ولها يعني معنى الكلام آخر رمضان. والمهم ذالي عندي. نعم أنا. طيب بالنسبة لصلاة آخر الليل كما أشرت اليوم أصبحت أول الليل، على ماذا يدل هذا؟ هل الناس انشغلوا أم أنهم حبذوا أن يناموا أم أن ليش حولوا الصلاة أول الليل من وجهة نظرك؟ طبعا في وجهة نظري الحبيب حسن عيديد، هذا عيديد سمن الحبيب محمد بن حسن عيديد. نعم. حلل النوم في المسجد بالليل. كيف حلل النوم في المسجد؟ ولا هم يقولون نوم المسجد ما هو طيب، يعني ما هو محمود. حللوا لأن له المزارعين وذيلا يضوون تعبانين، ما عاد يقومون للصلاة آخر الليل إذا كانوا في بيوتهم. لا، يقولون تعالوا ناموا هنا من شان يقوموا، يقولون قوموا بنصلي يا عود. هو يعني كانوا من حصرهم للصلاة. أيوة يعني حريصين على أن يباتوا في المسجد حتى يقوموا للصلاة في وقتها من شدة التعب وال... أيوة ما شاء الله تبارك الله. أمن الدنيا كانت لها الحمد لله، الحمد لها دلول ولها يعني. بس الحين تناقضت بعض أمور من درياها. نعم. طيب تريم لا شك أنها ربما حتى تختلف عن بعض مناطق حضرموت هنا، عن المكلا، عن سيئون، عن غيرها. أنت أكيد حضرت رمضان في غير تريم وحضرت في تريم. ممكن تبين لنا أوجه الاختلاف والتشابه؟ معنى أنه في تريم هنا فيها هناك فيها أمور معنى ما بينهم البين والمراوحة والاسم ذا. الآن معنى الكلام الفطور هذا يعني حللوه في بيوتهم، معنى قريبا لو حرموه في المسجد. شفت كيف؟ معنى وهي بالنسبة كانوا في المسجد للصلاة وللذا، أصبحوا الناس الآن ناقصين من ناحية الأمور هذه. وكثرت بعدين هناك في الأماكن الأخرى لها أسفر ولها هذوة أخرية ولها شربة ولها. سبحان الله، اختلفت قبل المغرب ذا، اختلفت الظروف والأفهام وحتى الطبيعة والناس اختلفوا. سبحان الله، كل وقت له ناسه وله شأنه وله. نعم. بارك الله فيك عم بارك. ونتحول إلى مشد هذه الحلقة الأخ محمد صالح، مرحبا بك من جديد أخي محمد. ولا شك أن محمد صالح الخطيب له مشاركات أيضا أخرى على المستوى الداخلي هنا في تريم ومساجد تريم، وأيضا على المستوى الخارجي ربما. حدثنا عن بعض المشاركات، وحبذا أيضا لو تختر لنا بعض القصائد التي شاركت بها في محافل مختلفة. تفضل. الحمد لله، بعض المشاركات شاركنا في هنا في اليمن وغيرها في سلطنة عمان وفي الإمارات بمناسبة المولد النبوي وغيرها من المشاركات. نعم. وأيضا على المستوى الداخلي لا شك يعني لم ينحصر ويقتصر النشيد فقط في ليالي رمضان، ولكن أيضا في مجالس أخرى. نعم نعم. عدة مهرجانات تقام في حضرموت وفي صنعاء وفي غيرها من المدن نشارك فيها بما يسر. نعم. الله في المجالس، في المساجد، في المدارس، في المناسبات الدينية المختلفة. نعم. هنا في تريم. نعم. وأنت لا شك أنك أحد المشيدين الذين انشد يا محمد، أكيد يعني تكون حاضر وجاهز إن شاء الله. الله تبارك الله، أحسنت كثيرا أخي محمد. ولازلنا نتواصل معكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة، ودعونا الآن نتوقف مع أيضا فاصل إنشادي مع إخواننا في الكورال وكذلك الإيقاعيين ومنشد ليلتنا الرمضانية المنشد محمد صالح الخطيب. نبقى مع هذه الإنشودة. مرحبا شهر رمضان المعظم مقامه، مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامه، فيه يا اخواننا كل يبلغ مرامه. مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامه.
من شهر رمضان المعظم مقامه مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة فيه يا أخواننا كلين يبلغ مرامة مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة فيه يا أخواننا كلين يبلغ مرامة مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة والمقاصد تتم في ذهو يوم القيامة والمعونة تقع من ربنا والسلامة والمقاصد تتم في ذهو يوم القيامة والمعونة تقع من ربنا والسلامة شهر مقبول داره به كوس المدامة مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة شهر مقبول داره به كوس المدامة مرحبا مرحبا شهر الرضا استجب واعجل لنا بالكرامة يالله إنا نبان اسقى مطر ذي الغمامة يا مجيب استجب واعجل لنا بالكرامة وبشروا فالصفا يا أصحاب العام عامة مرحبا شهر الرضا والكرامة وبشروا وبشروا فالصحاب ذي العام عامة مرحبا شهر الرضا والكرامة كل مطلوب رب في ذي الدار أو في القيامة كل مطلوب ربي باي عجل تماما ما طلبنا في ذي الدار أو في القيامة بيتممه والعقبة لدار المقامة مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة بيتممه والعقبة لدار المقامة مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة الحبيب الذي اشتاق قلبي خيامه صعب طه النبي لي ظللته الغمامة الحبيب الذي اشتاق قلبي خيامه ليتني اشوف وجهه ليتني اسمع كلامه مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة ليتني اشوف وجهه ليتني اسمع كلامه مرحبا مرحبا شهر الرضا والكرامة ليتني اشوف وجهه على المقبول يوم القيامة ليتني شوف وجهه ليتني اسمع كلامه والفصل له على المقبول يوم القيامة مسار البرق يلمع فوق وادي تهامة مرحبا شهر الرضا والكرامة مسار البرق يلمع فوق وادي تهامة مرحبا شهر الرضا والكرامة مرحبا مرحبا شهر مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء ونحن في فقرتنا الأخيرة من هذه الليلة الرمضية المباركة التي نستضيف فيها عددا من الضيوف الكرام. لدينا هنا السيد هدار السيد طاهر بن محمد الهدار وكذلك المنشد محمد صالح الخطيب والعم مبارك عليوة وكذلك إخواننا هنا في الكورال وكذلك الإيقاعيين الذين يشنفون أسماعنا جميعا بهذه المقاطع الإنشادية البديعة والجميلة. ونحن في ختام الحلقة سيد طاهر نريد أن توجه نصيحة لكل المسلمين الذين يتابعوننا الآن من خلال أن رمضان فعلا مدرسة ويجب أن نستثمرها وأن نستفيد منها. بارك الله فيك. نعم، في خطبته صلى الله عليه وآله
قال لنا رمضان شهر الصبر، 30 يوم أو 29 يوم تصبر نفسك، فإذا صبرت نفسك نلت المغفرة والرحمة. حتى أن شرع بعد رمضان أن يلبس الإنسان الجديد، ليه؟ ليجسد المعنوي، رمز وإشارة إلى أن الذنوب والعيوب والكدورات بامتثالك وصيامك وقيامك خلعت عنك وألبست ثوب المغفرة جديد. فمن سلك المغفرة يحق له أن يعيد، وليس العيد لمن لبس الجديد، العيد لمن طاعته تزيد. فهو ينبغي الإنسان أن يصبر نفسه. شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما، يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما، والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. فالطاعة في هذه المواسم ثوابها عظيم، والمعصية إثمها كبير. ورمضان جعله الله كما سمعنا ميدان للسباق، مستشفى يداوي الإنسان دور التدريبي على الفضائل، وكذلك ميدان كما قال الحسن البصري. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالويل كل الويل للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وتخلف فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. من صبر نفسه على الطاعة 30 يوم نال الظفر، سلام عليكم بما صبرتم. ومن ضيع الأوقات وفي أول رمضان قال إلى آخر رمضان، وفي آخر رمضان إلى الوتر إلى 27، وانسلخ رمضان وهو بدون فائدة، وبعدين يقول يا أسف راح رمضان وضاع رمضان، إن شاء الله لما يعود رمضان نكون رجال تمام. يجي رمضان وهي نفس الطبيعة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. ولما يكون رمضان موجود يهمله، يضيع أوقاته. دحين أنت مصدق نبيك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، سوق عظيم، البضاعة التي عندك ثمنها كبير، فإذا قيل لك أن سوق بجوارك معك بضاعة بيشتريها منك بألف، وسوق بجواره ب70,000، بالله فين بتبيعها؟ هل ترضى تبيعها بألف ولا ب70,000؟ بضاعتك، أنفاسك، كلماتك، استغفارك، توبتك، هذه البضاعة. فأن تقول سبحان الله أفضل من أن تقول في شوال 1,000 مرة سبحان الله. فإذا ضيع الإنسان هذا الوقت وبعدين يتأسف على ثواته، كذاب، أتترك من تحب أن تجاروا وتهجرهم وقد قرب المزار، وتبكي إن أو شوقا إليهم وتسأل في المرابع أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. فالمصدق من أول ليلة في رمضان ما شاء الله لا يضيع وقته، لا يا باغي الخير أقبل ولا باغي شر أزول، لا ما فيه. الشيطان اللي يحث الناس على المعاصي مصفد، الشياطين مرتزاد مصفدين. فإذا لم يخشع الإنسان في رمضان ولم يقبل ولم يغتنم فرصة، إيش يدريك يمكن آخر رمضان أنت مش داري، ما خشع قلبك ولا علمت فين في أي شهر في أي يوم. إذا لم تطب في طيبة عند طيبين به طابة الدنيا، فأين تطيب إذا لم يجيب في حيه ربنا الدعاء، فبأي حي للدعاء يجيبه. المشكلة رمضان سلاح ذو حدين، يخرج ناس مرحومين وناس ملعونين. لا إله إلا الله. فمن تعرض للرحمة اجتنب، يعني تخلى عن موانع المغفرة، تعرض لمحات الله نال الخير. ومن استهزأ وأخر وسوف وماطل ويعني يكون خسران. والرابح من نال المغفرة في رمضان، يلبس العيد، يلبس الجديد يوم العيد ويعيد هنيئا لك. واللي ما يغفر له في رمضان يصب الرماد على رأسه، لأنه يعني في أي شيء، لأي دهر، لأي شهر دخلت توبتك، ولأي يوم دخلت أوبتك. من لم يغفر له في رمضان لن يغفر له بقية العام. فيقول اللهم سلم لي رمضان، وسلم رمضان منا وتقبله منا سالما، وبارك لنا فيه واجعلنا من ينال فيها المغفرة والرحمة والعتق من النار، واجعلنا من يحسن مجاورة المؤمن يفرح برمضان، يتمنى أن يكون كل عام كله رمضان، والمنافق يتذاكر رمضان. ومن تذاكر رمضان وتمنى زواله ربما خرج من الدنيا على غير الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية واجعلنا من أسعد الناس في رمضان، وصلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيكم شيخ طاهر، وعمل مبارك
لا شك أنه رمضان فعلا هو فرصة يغتنمها الإنسان ويستغل كل وقته وكل لحظة من لحظات هذا الشهر. نريد منك وأنت ما شاء الله تبارك الله قد خبرت الحياة وحضرت أكثر من رمضان، نسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك وأن يمنحك الصحة والعافية. نريد منك باعتبارك خبرت هذه المدرسة، مدرسة الحياة عموما، نصيحة للجيل الجديد، جيل اليوم، جيل الغد، ماذا تود أن تقول لأبنائك و أولادي؟ نعم، أولادي الآن تقريبا فرق بين الأمس، بين أنا وكنت ولد شاب زيهم واليوم أنا، يعني معنى الكلام. نعم. الآن الشباب مع رمضان يبيتون ساهرين مع الأسواق، مع الأسواق معنا يدورون مع الخلق، مش أسواقهم أنذال، لا لا لا، بس يدورون، يعني مضيع الوقت مثلا، الوقت. والآن أصبحت كانت الأسواق تقلد تقفل قليل قليل، يعني معنا خذوا رز وسكر هو حق الدار بس هالموضوع، لكن أصبحوا اليوم يقولوا ثياب كل شيء على اسمه ذا. الآن أنا أودي أن الشباب قليل يترايعون شوي ويحاولون من عادات الله اسمها يعني الدول الأخرى يقلدون بوكماها أو معنى الكلام يكونون بين النص، يعني معنى الكلام لا يكونون كمان أيام زمان شيابتنا ما بيقدرون ولا أيام، يعني معنى نعم خير الأمور وسطها أقل الحاجة يعني. إذن إن شاء الله ربنا يرد الجيل هذا ردا جميلا، أيوة، وأن يتخلقوا بأخلاق الدين والإسلام. قد كثرت ما شاء الله مجالة الذكر وكذلك التوجيهات، بارك الله فيكم عم بارك، وربنا يطول في عمرك إن شاء الله. نختم على المرشد محمد صالح الخطيب. أخي محمد، لا شك أن الإنشاد أيضا رسالة ووسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يعني نفهم هذا المعنى من أن الإنشاد هو رسالة أيضا وهو وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم طبعا، الإنشاد هو رسالة مهمة جدا ووسيلة لإيصال هذا النور إلى العباد، ويكون قبوله منهم أكثر من أي شيء ثاني. نعم، يعني نعم، لو حد يمكن بيحاضر فيهم ما يكون تهذير، يعني يكون ويدخل في كثير من الأماكن، يعني حتى اللي ما يقدرون يصلون لها الدعاء الإنشاد يصل لها. وهو طبعا إنشاد سلاح ذو حدين، يعني فمن أكرمه الله يعني وكانت موهبته وأعطاه الله الصوت الحسن فليغتنمه في طاعة الله، في قراءة القرآن الكريم، في النشر وإنشاد هذه الأناشيد والكلمات الطيبة، و نسأل الله التوفيق. آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله تكون هذه الجلسات والليالي الرمضانية أيضا مما هو يقرب المسلمين إلى الله عز وجل وإلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام جلستنا وليلتنا الرمضانية هذه لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لضيوف حلقتنا السيد طاهر الهدار وكذلك المرشد محمد الخطيب وكذلك عمنا مبارك عليوة وبقية الإخوان هنا في هذه الليلة المباركة، كما أن الشكر موصول لكم أيها المشاهدون أينما كنتم. لقاء جديد يجمعنا بكم بإذن الله تعالى في ليلة رمضانية أخرى من ليالي رمضانية، ولكن نختم بإنشودة ختامية لمنشد حلقتنا لهذه الليلة المنشد محمد صالح الخطيب، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة. دمتم في حفظ الله وأمانه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا مسلمين اشكروا ربكم على نعم عدها لا يرى، هداكم وأكمل لكم دينكم فصرتم بتقوى عنده كرام، وزين وحبب دين الهدى إليكم وكره فعل الحرام، وخصكم فوق كل الأمم بفرض الصلاة وشهر الصيام. صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام. فتوبوا إلى ربكم وارجعوا ونادوه محي العظام الرمام، محي العظام الرمام، وقولوا جميعنا يا ربنا ويا ذاتك يا ربنا والصفات وبسمعك تلك الحسان العظام. صلاة من الله.
سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا. تفضل علينا مع المسلمين بعفو وعافية واعتصام، وصفح يعم الذي قد مضى وما قد تأخر حتى الحمام، وغفر الذنوب وتبديلها بأضعافها حسنات عظام، وحفظ يقينا جميع الشرور وكل البلايا وكل الحرام. صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا. ونصر على من تعدى لنا وقهر الحسود ألد الخصام، وفتح مبين وفهم الكتاب وحفظ العلوم ونفع العوام، ونصر الشريعة في كل قطر وكل زمان برغم الطغام، ورضوان عنا وأحبابنا أبد والخلود بدار السلام. صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا. بمقعد صدق مع الأنبياء مع الشهداء سعف خير الأنام، وسلم لذا الشهر من ذنبنا ونسلم له من ذنوب وسقام، ومن بكمال الهدى والتقى وأغنى الغنى والعوافي الثوام، وأصلح لنا الدين واملي القلوب يقينا وأتمم بحسن الختام. صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع لنا. وغيث يا مغيث بغيث القلوب وغيث الجدوب دواما وعاما، وغيث الجدوب دواما وعام، وصلي وسلم على المصطفى شفيع الخلائق يوم الزحام، وآل وصحب مع التابعين كذا الأنبياء كل لحظة دوام. صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام، صلاة من الله وأزكى سلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام. Right now.